الابراهيم للحوم والمواد الغذائيه اللي هي بين قوسين شركه زيتا. اذا مشاهدينا ومتابعينا راح نكون معكم في امسي جديده والسؤال وحزيره وكمان اجوبه مع مين؟ الابراهيم للحوم والمواد الغذائيه دائما. سأكون برفقتكم من وراء الكاميرا على جلاد ومني انا منتصر العناني مع الابراهيمي وتعالوا نشوف. ايوه اهلا بك. الحمد لله تمام. شوف سمعتنا للتلفزيون الفجر. يا زلمه عملت بس برعايتكم. شو برعايه ايش؟ شو كنت تنادي؟ ايه شو كنت تنادي؟ ايش من بيوع البصل برعايه فجر الجديد؟ ذبحنا الزلمه. قيس محمد صبيح بدو. قيس محمد. طيب احنا مع الابراهيم للحوم والمواد الغذائيه طول كرم دوار شويكي. اهلا وسهلا. ما هو الجرح يا قيس؟ قبل ما تغيس قيس مزبوط بقوله؟ شو يعني؟ قبل ما تغيس قيس. ولا يهمك. طيب بدنا نشوف هسه، ما هو الجرح الذي لا ينزف دما؟ ما هو الجرح الذي لا ينزف دما؟ جرح بنزلش دم؟ عكدتك انا برعايه مين؟ زي ما عامل لك دعايه وجاي بتعكدني. جرح المحبه. شو يا سيدي هاي؟ حبايب. اشوف اعمل لي دعايه كل التلفزيون الفتح الجديد برعايه التلفزيون برعايه شو اسمكم؟ برعايه تلفزيون فجر جديد ان شاء الله راح ننزل بضاعه جديده برعايتكم. كون روحي طالعه. روحي طالعه. روحي طالعه. روحي طالعه. روح جايزك من ابراهيم. شو بتقول له؟ ان شاء الله بالتقدم والنجاح واحلى تلفزيون تلفزيون فجر جديد. الابراهيمي تولكرم دوار شويكي. ما هو الجرح الذي لا ينزف دما؟ الجرح الذي لا ينزف دما؟ مشاعر. مشاعر. يا عيني اخ على المشاعر ما احلاها. شو رايك انت حساس؟ يعني كل انسان حساس. عندك مشاعر؟ اكيد. طبعا اكيد بيقول عنده مشاعر. طيب اعطينا اللي هي ايش؟ جرح المشاعر. جرح المشاعر. تفضل جائزتك من الابراهيم بتسلمها بكره دوار شويك. شو بتحكي له؟ كل عام وانت بخير ورمضان كريم وان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه والسلامه. الابراهيمي تول كرم دوار شويكي. الابراهيم للحوم والمواد الغذائيه دوار شويكي. لها رقبه وليس لها راسي. رقبه؟ دجاجه مفتوحه. لا عليك. لها رقبه وليس لها راس. شو سيدي؟ الزهر. والله من عالم. الزجاجي. 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 كمان مره نشوف. الزجاجي. 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 طيب الزجاجي مع الابراهيم للحوم والمواد الغذائيه. جائزتك تسلمها من عنده بكره دجاج وسمك ومجمدات وايش مرتب بعطيك. شكرا لك. وجبه حلوه تكون. شكرا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. الابراهيمي تول كرم دوار شويكي. ما هو الشيء الذي نسمعه ولا تراه واذا رايته لا تسمعه؟ الجن. ارجع لورا طيب يا جن. عيد السؤال. بما انك ثائر يعني انت. السؤال هو حزيرة وليس سؤال. ما هو الشيء الذي نسمعه ولا تراه واذا رايته لا تسمعه؟ الهواء. انا خيال. رأيت خياله. لقيت خياله. مكلتوم هاي؟ مكلتوم. جزء لطيفة هاي. لطيفة. لطيفة الله يلطف فيك يا لطيفة. اكتب. كتابة. كتابة نو. ما هو الشيء، ابعد عن الكاميرا بس يا حبيبي عن الكاميرا. ما هو الشيء الذي نسمعه ولا تراه واذا رأيته لا تسمعه؟ انت صرت ماسك الجائزة. ماسك الجائزة يعني بتكربط فيها. الضوء. الشمعة. هلا انت الرسالة. 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 نو. عفوا. شو؟ دقيقة. علاء اعطيني الهادي. اعطيني. اعطيني. هاي من الابراهيم تروح تجيب جائزة بكرة. طيب شكرا. عفوا. عفوا. الناري. طلق الناري. عيني عليك ما اشترك. من غشنا فهم. الطلق. اسمع مبروك. شوي لورا عن الكاميرا حبيبي. طلقات النارية. الطلقات النارية. ما هو الشيء الذي نسمعه ولا تراه واذا رأيته لا تسمعه؟ طلقات النارية. طلقات النارية. معك يا ثائر. صح 100%. حبيب قلبي. ان شاء الله طلقات الفرح يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كل عام وانت بخير. الابراهيمي تول كرم دوار شويكي. عندنا سؤال بيقول ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟
مرت عليك هاي؟ بابور الغاز. بابور الغاز ولا البوتوغاز؟ بابور الكاز هذا مش نفسه ولا شو الاغنيه هذه؟ بابور الكاز سبع فتوحات. ما هو الشيء الذي في راسي سبع فتحات؟ شو يعني كمان؟ شو ايش جماد يعني هو ولا لا حي حيوان يعني؟ لا مش حيوان. راس الانسان. الانسان شو في عدد لي يعني؟ العينين ثنتين والانف والفم والاذنين سبع فتحات اللي هو انسان. طيب جائزتك من الابراهيمي بكره بتستلمها، شو بتحكي له؟ شكرا كثير، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. الابراهيمي تول كرم دوار شويكي. ما هو الذي يلف حول الغرفة دون أن يتحرك؟ الهواء. الهواء هوايا. لا انتوا عاكلكم بالهواء دائما. الضي. ايش الضي؟ الضوء بلف. بلف يا زلمه، لو بلف كان لفيت ودخل الضي جوا الغرفة. لا مش الهواية. غير لك اياه. طيب ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ لا يلد. يلا الخفاش ولا كيف بيجي الخفاش؟ طيب لا بيولد ولا بيبيض، كيف بيجي؟ بين على الغرفة الحيطان. مش الحيطان من جماد. شو ما بقول لك ما هو الحيوان؟ شو الجاجي. فيش قول لك ايش الجاجي؟ الجاجي. لا مش الجاجي. الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض. ديك ديك ديك. لا لا يلد ولا يبيض. يلا خد جائزتك. الاسفنج. لا مش الاسفنج. يلا والله كمان مرة، ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ شوف البيض. البيض يا عين. البخل. البخل. شو البخل؟ براو عليك. من وين جبته؟ والله قلت قلت هذا قال لي والله ها غششني اياه. ما هو بطل. لا لا انا هاي مني مني ولا يا زلمه مني مني بالجواب غلط. يلا يلا. طيب بس السؤال هو جواب الحيطان. اعطيني اياه. اعطيني. تعال امسك هاي. هاي بتروح على ابراهيم بتاخذ جائزتك منه بكره. بس جوابك غلط. بس شو الحيوان؟ شو الحيوان؟ الذي لا يلد ولا يبيض. ما تقدرش تقول لي بغل. طيب طيب شو شو الحيوان؟ الذي لا يلد ولا يبيض ذكر الحيوان. ذكر الحيوان. طيب خلاص خلاص شو فيها؟ والله منيح الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مين غشك يا؟ واحد قاعد. واحد واحد بجرب. طيب يلا قروش روح جيب جائزتك. طيب مشاهدينا ومتابعينا وصلنا لنهاية البرنامج من أمسياتنا الرمضانية وسهراتنا مع الإبراهيم للحوم المواد الغذائية للمواد الغذائية. مشاهدينا ومتابعينا راح نكمل معكم إن شاء الله في جولات أخرى وأمسيات غدا مع الإبراهيم للحوم المواد الغذائية في هذه الأجواء الحلوة. والتسوق مع الإبراهيمي دائما هو عنوان للأسعار المميزة. طول كرم دوار شويكي. مشاهدينا ومتابعينا نلقاكم غدا في أمسية جديدة بصحبة الإبراهيمي. كان معكم من وراء الكاميرا علاء جلاد ومني أنا منتصر عناني. أجمل باقات الورود مع الإبراهيم للحوم والمواد الغذائية.